الحظنا حظنا مع الجمهور في هذا كل صلاح بارك الله فيكم على الاستقبال. اذا الشيخ صب لي واحد سعدان واحد تاع كايطه البارح هاني للريحه ريحه عشرة ريح خذ بلاصتك احمد يتفوق ويرسل الكرة كيطة 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 ومصري في خطأ نعم يلعب بكرة غريبة كرة القدم غريبة كرة القدم يا فلان عبد القادر كيطة والله سامحوني على المنتخب الجزائري لا يخجل تماما 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 قلت يخجل تماما لأنه لعب الدقيقة الأخيرة من المقابلة مطمور في التغطية وكذلك مكني ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا بعد جنبني وسيع الحظ يناديكم يا عرسان 2012 هنا المدينة الجامعة زيد الشيخ تاعنا جاب الله يعني شي باتو جاب الله كبار تفكرني بصوت جاب الله الشيخ ولا مسالي كاشي ولا عفكرني جاب الله غاسم هو وكان نجيبو لاكسي ونتاع واش من الواجب ان لا تكون هناك الحركة الرديفة في الجزائر بما ان هناك في الجزائر طبقتين طبقة دون كنت ستغنى اما طبقة اخرى كنت ستفقر سؤال يبقى مطروح لاحزابنا السياسية هنا اين احزابنا السياسية من الطبقات لا بد ان نعز امر قبل فوات ليالي